ازاي نقرا النيم بليت وايه دلاله كل رقم في النيم بليت. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ثم اما بعد، كنا بدانا حديثنا في المحاضرات السابقه عن وظيفه السيركت بريكر وايه الكومبوننت الخاص بالسيركت بريكر، وذكرنا السبيسيفيكيشن الخاصه بالسيركت بريكر طبقا للاي اي سي. هنكمل في محاضره اليوم باذن الله ازاي اعرف اجرى النيم بليت الخاص بالسيركت بريكر وايه دلاله كل رقم موجود على النيم بليت، وهنشوف مع بعض كذا نيم بليت لكذا سيركت بريكر وهنتعرف عليهم باذن الله. اول حاجه لازم نعرفها وهي نوع السيركت بريكر. نوع السيركت بريكر في الصورة اللي قدامنا ده SF6، يبقى اولا ده SF6. تاني قيمة هو بيتحمل بيقدر يشتغل على الريتد فولتج قد ايه، اللي هو UR اللي هو الريتد فولتج، وهنا 12، يبقى الاوبريتد فولتج بتاعنا 11 كيلو فولت. القيمة التانية اللي هو اليو بي اللي هو الانستليشن ليفل الخاص باللايتنينج، لايتنينج فولتج، وهنا بيمثلوا لايتنينج فولتج بويف. دي الماكسيمم اللي هو 75 عند 1.2 مايكرو سكند، وهنا عند نص القيمة 75 على 2 عند 50 مايكرو سكند. دي القيم. القيمة الثالثة اللي هو الريتد فولتج 1250 امبير، هيقدر يتحمل تيار 1250 امبير الريتد كارنت بتاعه. يبقى دي الريتد فولتج. الاي شورت سيركت 31.5 كيلو امبير لمدة 3 ثواني. يبقى الشورت سيركت الريتد شورت سيركت 31.5 كيلو امبير لمدة 3 ثواني. الفريكوانسي 50 هرتز. ده شكل البيهيفير بتاع الاوبن والكلوز. يبقى هو هيعمل اوبن، بعد كده هيستنى 0.3 ثانية ويعمل كلوز، بعد كده هيعمل اوتو كلوزر تاني بعد 15 ثانية. احنا قلنا شرحناها المره اللي فاتت، هو هنا بيشتغل على حصل هو ريتد حصل شورت سيركت، هنا الريتد حصل شورت سيركت هيبدا يعمل كلوزنج، هيعمل اوبن، بعد كده هيستنى بوينت 3 ثانية ويعمل تاني الكلوزنج كلوز، بعد كده لسه في مازال في الفولت هيقدر يستنى 15 ثانية وبعد كده يعمل كلوز تاني. دي البيهيفير بتاع السيركت بريكر اللي موجود في الصورة. هنا شغال على الـ IEC 62271، وده اللي هو انديكيتور لوضع السيركت بريكر، وده هل السوستة مشحونة ولا لا. يبقى ذكر فيها الريتد فولتج، الريتد انستليشن ليفل، الريتد كارنت، الريتد شورت سيركت، الفريكوانسي السيكونس اللي اشتغل بيه، و
نوع السيركت بريكر وهو تم ديزاين على اساس ايه؟ دي شركة اي بي بي نيم بليت. اولا الريتد فولتج 12، هنا الريتد فولتج 12، الريتد كارنت 1600 امبير، الفريكوانسي 50 هرتز، الانستليشن ليفل 28 75، ده الباور فريكوانسي وستاند فولتج اللي هو هيقدر يتحمل فولتج قد ايه في حالة الاوبننج او الكلوزنج السويتشنج، الريتد شورت سيركت 40 كيلو امبير لمدة 3 ثواني، هنا البيك كارنت 100، احنا قلنا الاي دايناميك بتساوي 2.5 في الاي شورت سيركت، عندنا 2.5 في 40 تساوي 100 امبير اللي هو الاي دايناميك اللي هو الماكسيمم فولتج اللي احنا قلنا هنا في بداية الشورت سيركت في قيمة للاي سي وقيمة الدي سي، في البداية بيبقى في قيمة بيك للشورت سيركت، قيمة ديت اللي هو في البداية اي دايناميك، في حالة الفريكوانسي 50 هرتز بتساوي 2.5، في حالة 60 هرتز 2.6، في بعض السبيشيال كيس بيطلب 2.7، دي طبقا للاي اي سي. برضك زي اللي فات السيكونس اللي شغال بيه، هنا نوعه SF6 وهنا ذكر البريشر عند درجة حرارة معينة 2 لـ2.5 بار، ذكر هنا الاكسلري كونتاكت بتاعه يشتغل على فولتج قد ايه، هنا 110 فولت DC وهنا 110 فولت DC، والموتورز الخاص بشحن السوستة 110، يبقى الـ ABB موضحة أكتر من نيم بليت السابق، ذكر الريتد فولتج اللي هو 12، يبقى هنا احنا عرفنا اللي احنا شغالين في سيستم 11 كيلو فولت ميديوم فولتج، والريتد كارنت والفريكوانسي والانستليشن ليفل والشورت سيركت والاي بيك والاسف 6 بريشر قد ايه، وذكر اللي هو الجزء بتاع الاوكسيلري اوبننج اند كلوزنج كويل. هنا اشتغل على نفس اللي فات اللي هو الاي اي سي. دي شركة تانية برضك هنا ذكر الستاندر اللي اشتغل بيه 35 36 36 الريتد فولتج، احنا قلنا الـ 12 الـ 11 الـ 24 الـ 12 وهنا 36 سيستم 33 فولت، يبقى هنا من الرقم ده عرفنا اللي احنا شغالين في ميديوم فولتج 33 كيلو فولت، 1250 امبير الريتد كارنت، 50 هرتز الريتد فريكوانسي، شورت سيركت 25، البيك اللي هو الريتد ميكنج كاباسيتي 62، مدة الشورت سيركت 3 ثانية، الكويل اوبننج اند كلوزنج
110 الموتور 220 اي سي، وهنا السيكونس من 0.3 من 10 يحصل اوبن، بعد كده عوض فترة من 0.3 من 10 دي فاست، بعد كده هيعمل كلوز، بعد كده لو حصل اي حاجة يقعد 3 دقايق 3 مينتس، وبعد كده هيعمل ريكلوزنج تاني. هنا الخاص بالويت، كتلة او وزن السيركت بريكر 675 كيلو جرام. دي الاوردر رقمه قد ايه، اوردر نمبر، وهنا التاريخ. يبقى ده نيم بليت لسيستم 33 كيلو فولت. اللي اختلف رقم الريتد فولتج والريتد شورت سيركت، وهنا اختلفت برضك الموتور واخد مصدر اي سي. هنا SF6 بس هاي فولتج سيركت بريكر اشتغل على جهد 420، وفي دي جهود 400 فولت، نورمال كارنت 3150، فريكوانسي 50 هرتز. هنا مفصل اللايتنينج امبلس وستاند فولتج 1425 كيلو فولت، السويتشنج سيرج ويز ستاند فولتج 1050، شورت سيركت كارنت 50 لمدة 3 ثواني، وهنا بدأ يفصل شورت سيركت قد ايه سيمتريك واس سيمتريك، وبعد كده ذكر البيك وادي السيكونس. جبت الصورة دي عشان كل ما بتعلى في الفولتج كل ما بيبقى كل رقم ليه دلالة في النيم بليت. بكده نكون انهينا المحاضرة، شفنا مع بعض بسرعة نيم كذا نيم بليت، وتعرفنا على الأرقام الموجودة فيها. آمل المحاضرة تنال إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد بإذن الله. شكرا جزيلا.